احكي لكم موقفين في حياتنا الشخصيه. انا كنت حاضر في قضيه اموال عامه في نيابه الاموال العامه ايام ما كانت في شارع زكي هنا في وسط البلد. يعني كانوا واخدين شقتين جنب بعض والمحامي العام قاعد في شقه ورؤساء النيابه في الشقه الاخرى. وانا كنت حاضر مع متهم ما فيش ايه بوعده. فجبتها في نفسي. قلت له وما ادراني ان انا هفضل حي لغايه اخر التحقيق، يمكن اموت. فعاوز السفينه دلوقتي. فقال لا مش هتسجل دلوقتي. واراد ان يمضي في التحقيق فقلت لموكلي امامه غير ما اغلط بقى. قلت له لا ترد على الاسئله واستخدم حقك في الصمت. طبعا انا مذاكر القانون، حق الصمت ده موجود من قبل ما يتحط في الدستور 2014. استخدم حقك في الصمت ولا تجب. وانتقلت الى الشقه المقابله للقاء المحامي العام رحمه الله عليه صلاح عبد الستار. كان راجل ابهة. قلت له القصه. فارسل في استدعاء رئيس النيابه. وانا قاعد في مكتبه. قال له انت ما بتثبتش ليه الاستاذ رجاء الملحوظه اللي عاوز يثبتها؟ قال له ما انا قلت له كذا. قال له لا هو صح. ما دام عاوز يثبتها دلوقتي يثبتها دلوقتي. فحضرتك روح افتح تحقيقك والملاحظه بتاعته تتسجل. وسجلت الملاحظه وترتب على هذا تغير مسار القضيه لانه سمح لنا بعد ذلك ان قبل جلسه التحقيق لازم نطلع على الشك الذي سوف يجري فيه السؤال. الموقف الثاني كان مع المرحوم احمد عزت العشماوي اللي قلت لحضراتكم دلوقتي ان في محامي بيترافع قدامه لابس الروب حطه في القفص. وكان ليه يعني مشاهد كثيره جدا رحمه الله. فانا في احدى القضايا الشهيره انا بتكلم قدامه هو بقى ما يطقش ابدا تقول له حكم ناقض. ناهيك انك انت عاوز تسجله في محضر الجلسه. فقلت له لا انا عاوز اسجله. قال لا. وقال الكاتب ما تكتبش. قال للكاتب يعني انا بقول حكم؟ قال للكاتب ما تكتبش. هو فوجئ بقى ان انا قلت للكاتب اكتب وان لم تكتب سوف تكون مرتكبا لجنايه تزوير بالترك وسوف اقاضيك. الواد الكاتب طبعا ارتعش ولم يجد احمد عزت العشماوي امامه الا ان يقول ايه؟ رفعت الجلسه. هو بقى ماشي دي يخش اوضه المداوله بيكلمني قلت له اقعد واتكلم كده على طول. دي مواقف اما ان تكون او لا تكون. المحامي اذا كسر ما يقوملوش قومه بعد كده. فاياكم حد منكم كسر من غير ما تغلط. يعني احنا اتعلمنا لما تتزنق ابني للمجهول. ابني الايه؟ للمجهول. قيل وما تقولش انا واخد بالك؟ وبعدين في حاجات كتيرة جدا وسائل تستطيع بها ان تتحاشى ان يؤخذ عليك خطأ. في احد ابنائنا يعني كان ابن محامي كبير دلوقتي وما شاء الله عليه رجل اعمال ضخم جدا. في قضية انا كنا خصوم. يعني انا كنت خصم وهو خصم. فحب يرد المحكمة. فرئيس المحكمة بيدقلبه. بيقول له اسباب الرد ايه؟ فلان هو كان شاب لسه بيندفع وهيقول له اسباب الايه؟ الرد. فرحت انا والله والله ماسكه من ايده قلت له ما تقولش اسباب الرد قول له هقولها في تقرير الرد. لانه لو واجه القاضي باسباب الرد يبقى اهان. ففي فنون كثيره جدا. طبعا انا مقدر انه اجيالنا الجديده محرومه من تلقي او التواصل بين الاجيال ومحرومه من ظروف كثيره جدا من ضمنها الفوضى التي عمت محاضر الجلسات. ما محضر الجلسه ده احد ضمانات الدفاع والخصوم. القاعده انه اي نعم محضر الجلسه يكتب تحت اشراف رئيس الدائره او رئيس المحكمه ولكن ليس معنى هذا انه يملك الحجم ويملك الامر. وده اللي انا عملته مع احمد سعيد او احمد عزت العشماوي. احمد عزت العشماوي قلت له لابد ان تكتب وصممت على هذا. اللي حصل دلوقتي انه معظم الدوائر فاهمه انه ما دام المحضر بيتكتب تحت اشرافه يبقى ما تكتبش. انا مره احتكيت
رحمة الله عليه، يعني كان رئيس جنايات محترم جدا وكان مسيحي، وفي ناس أرادت أن تأخذ بيننا بالشر توقع يعني، لأنه في حاجة ما حبش يثبتها. فأنا قلت له تثبت ما ثبتش، تثبت ما ثبتش. فقلت له افرض سيادتك دلوقتي، قلت لي يا ابن البعيد اتكلم، انا اخد حق ازاي زي ما اثبتت ازاي مع الرجال؟ قال له اكتب. قال لي بقينا اصدقاء القضاء جميل.